التقنية، واطلع على مكونات مشروع الطاقة الشمسية الذي سينفذ في المستشفى. كما زار المحافظ مركز السرطان بالمستشفى ووجه باستكمال تجهيزه وسرعة إنجازه. تفقد محافظ صعدة طه هاجر أمس عددا من المزارع النموذجية بضواحي مدينة صعدة التي تتضمن أكثر من 4000 غرسة مثمرة، وأكد المحافظ ضرورة التوسع في أعمال التشجير لهذا العام والاهتمام بالشجرة، وحث مكتب الزراعة والري بالمحافظة على توفير الإرشادات والاحتياجات الضرورية للمزارعين. كما اطلع محافظ صعدة طه عبد الله هاجر على سير العمل بمشروع سفلتة الطريق محضة الدائرية الجنوبي بتكلفة 1,500,000,000 ريال، وشدد المحافظ على سرعة إنجاز المشروع بالوقت المحدد والالتزام بالمواصفات الهندسية المطلوبة. التقى محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلادنا رشيد خان. وفي اللقاء أكد المحافظ الخنبشي أهمية دعم مفوضية شؤون اللاجئين لجهود اليمن في توفير الخدمات الأساسية لمراكز إيواء اللاجئين. إلى ذلك اطلع أمين عام المجلس المحلي لمحافظة حضرموت خالد سعيد الدين أمس على سير تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ملعب الفقيد باردان بمدينة المكلا، وحث أمين عام المجلس المحلي القائمين على المشروع باستكمال الأعمال المتبقية في الملعب. ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة صنعاء برئاسة المحافظ نعمان أحمد دويدة خطط وبرامج عمل المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية للفترة المقبلة، وأكد الاجتماع ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم ضمن خطط وبرامج تلك المكاتب. وفي محافظة صنعاء بحث لقاء ضم أمين عام المجلس المحلي عبد الغني حفظ الله جميلة ومدير عام مستشفى 48 إمكانية تقديم المستشفى للخدمات الطبية لأبناء المحافظة. وفي اللقاء تم الاتفاق المبدئي على أن يقدم المستشفى 1600 منحة علاجية للحالات المرضية المحالة من المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة صنعاء. تفقد محافظ مأرب ناجي بن علي الزايدي اليوم سير العمل في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ودوره في تفعيل منظمة المجتمع المدني والإشراف على تشغيل العمالة المحلية في الشركات النفطية إلى جانب دعم الأسر المنتجة ومكافحة الفقر. اختتم الملتقى الوطني لحقوق الإنسان أمس بالحديدة مشروع تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الذي نفذه الملتقى بالتعاون مع مؤسسة المستقبل على مدى عامين في محافظة الحديدة حجة ريمة والمحويتة. وفي الورشة الختامية للمشروع أشاد محافظ محافظة الحديدة أحمد سالم الجبلي بالمشروع الذي هدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية والدور الذي يقدمه الملتقى في توعية الشباب وتعريفهم بحقوقهم القانونية والديمقراطية في الترشح للانتخابات. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج في اجتماعه اليوم برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة علي حيدر مطر تقارير حول مستوى نشاط المكتب التنفيذي وخطته للعام الجاري. وفي الاجتماع دعا مطر مدراء المكاتب التنفيذية إلى وضع خطط وبرامج المكتب التنفيذي بما يتناسب احتياجاتها خلال الفترة القادمة. بدأت اليوم بصنعاء أعمال ورشة العمل الخاصة بمناقشة مظاهر العنف الاجتماعي وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف لمكافحته. وفي افتتاح الورشة أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التوجيه والإرشاد فضيلة الشيخ حسين الهدار أهمية هذه الورشة التي تتناول ظاهرة العنف الاجتماعي بالدراسة العلمية وتبين مصادره وإشكاله ومخاطره وتقدم مقترحات علمية وتربوية واجتماعية وقانونية للوقاية من العنف.
ناقش المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة اليوم برئاسة وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي عددا من التقارير والموضوعات المتصلة بالجوانب الخدمية والأنمائية وتحسين الأداء بمكاتب الكهرباء والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومؤسسة الاتصالات والأنشطة التي قامت بها خلال العام الماضي. افتتح وكيل محافظة المحويت المساعد حمود حزام شملان ومعه السفير الياباني بصنعاء ميتسو نوري نابا أمس مدرسة الخنساء للبنات عزلة بني سعدة بمديرية حفاش. وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة ألقيت عدد من الكلمات أشارت جميعها إلى عمق علاقات الصداقة القائمة بين اليمن واليابان والدعم الياباني لمثل هذه المشاريع. أكدت ورشة عمل توعوية عقدت أمس بمحافظة حجة ضرورة تعزيز الثقة والشراكة بين الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل حماية الأطفال من التهريب والنزاعات المسلحة التي تظهر على مستوى الأسر والمجتمعات الريفية، كما أوصى المشاركون بأهمية تفعيل دور القيادات المحلية في مناطق انتشار ظاهرة تهريب الأطفال. وفي خبرنا الأخير، ناقش المجلس المحلي بمحافظة عدن في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ الدكتور عدنان الجفري مستوى أداء المجلس والهيئة الإدارية خلال الفترة الماضية، واستعرض المجلس في اجتماعه اليوم التقرير المقدم من مشروع تطوير مدن المواني الثاني وتقريرا حول إجراءات تنفيذ الوظائف للعام الماضي. مشاهدينا الكرام، انتهت النشرة، تقبلوا خالص التحايا مني أنا ذكرى حيدرة ومن زميلي بالإشارة عبد الواسع مجلي، إلى اللقاء. خلاص كل شيء جاهز لتسجيل لقاح المكورات الرئوية. خير، ليش هذا الدموع؟ ما تقلقش، هذه دموع الحزن على حبيب رحل ودموع الفرح لأحبة قادمين. في كل عام يموت ما يقرب من 15,000 طفل في بلادنا بسبب أمراض الجهاز التنفسي. لقاح المكورات الرئوية متوافر مجاناً للأطفال دون العام في جميع المرافق الصحية. بالتحصين نحمي أطفالنا.